للرشيدي تاني، وبتوصل الكوره لرضا عبد العال لحماد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف لعبها بنعلي الجزمه لخالد جلال. ماشي، خالد جلال لعبها بينيه لرضا عبد العال وحماد عبد اللطيف، وتتلعب حلوه حلوه لطارق يحيى ناحيه الشمال، وهنشوف لعيبه خطره وجوه. جول 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 رضا عبد العال. بقول لحضراتكم كره اتلعبت خطره لطارق يحيى، وطارق يحيى لعبها في ارتفاع نموذجي ومخلصها على دماغ رضا عبد العال، يجيب الجول الاولاني رضا في الدقيقه 27. وبيتجه رضا عبد العال لجماهير الزمالك اللي تحتل المدرجات خلف المرمى. جول لصالح نادي الزمالك بيجيبه رضا عبد العال في الدقيقه 27. في حماد عبد اللطيف، وتروح لعفت نصار ياخدها، عفت يخلصها لنفسه، وماشي عفت نصار وبيلعبها عكسيه حلوه عند جمال عبد الحميد بدماغه، لكن محمد صلاح مغطي وشوطه جامده. جول 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 احمد رمزي بيلعبها بيخطفها جوه الجول. الجول الثاني لنادي الزمالك، احمد رمزي صلحها له جمال عبد الحميد بدماغه جوه الملعب، واحمد رمزي على طول من غير ما يوقفها وبارتفاع قاتل يجيب الجول الثاني. احمد رمزي في الدقيقه 30، جولين في 3 دقائق. عدى لعبها له حلوه قوي جمال عبد الحميد لوحده، وانقذها محمد عرفه، وضربه حره غير مباشره لصالح نادي الزمالك تقريبا خارج القوس المرسوم على حدود منطقه الجزاء بحوالي اقل من يارده، وفي حيطه من 4 لاعبين من السويس. وشايف انا قدام الكوره اشرف قاسم وطارق يحيى، وعلى شمالهم جمال عبد الحميد، وضربه حره غير مباشره صلحها اشرف قاسم لطارق يحيى، تتلعب حلوه. جول جول جول. الجول الثالث للزمالك، صلحها اشرف قاسم، حركها لطارق يحيى ويشوطها على طول. طارق يحيى يجيب الجول الثالث في الدقيقه 27. طارق يحيى بيضيف